السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. كيف ما شفتوا معايا جايبه لكم قفيطنه ثاني سلعه مخلطه كيف ديما، جليل بات زوينين، شي موديلات اخر ما كاين فنين كيف ما كتشوفوا معايا. يلا اللي بقى ما تكساتش في العيد، اللي جهز زحام الصراحه في العيد راه كيبركو يزربوه الزحام وكتخرج داك الشيء ماشي هو داك. كيف ما شفتوا معايا، شوفوا معايا جديد بس كي دايرين، الوان كيفاش دايرين صراحه فنين، لوينات صيفيين، والخدمه هي شي حاجه رفيعه شي حاجه همويه. شوفوا معايا كيفاش دايرين للخدمه ولا اللوينات، ولا الصراحه كل شيء زوين، ولي طايته هما كاينين كاملين، والاسمنه هي جد مناسبه. كيف ما كنقول لكم ديما، اللي ما شريت نزه ويشوف شنو كاين، يشوف شنو كاين في اخر حاجه في الموضه، شنو خارج في السوق، يعرف هكا الموديلات، يعرف الثمن، يعرف بالنسبه للخياطه اللي خارجه ولا الاثواب ولا كما كنقول لكم ديما. وما تنساوش اللي يعجبو الفيديو يدير ليا لايك ويدير اشتراك، اللي باقي ما اشتركش يشترك باش يوصلوا اي جديد، ويخلي ليا تعليق زوين بحالكم، وخليكم حتى لاخر الفيديو واخا طويل ولكن راه غيعجبكم الموديلات اللي جبت لكم اليوم. كما قلت لكم سلعه مخلطه فيها قنيضرات، فيها جلبات، فيها قفيطنات، شي حاجه زوينه الصراحه. وبالنسبه للفيديو اللي كان قبل من هذا، كان وقع لي فيه خطا كبير، كانت الصراحه غادا تمشي لي القناه كامله، كانت غادا تمشي، والصراحه بقى فيا الحال وتعصبت ولكن الحمد لله ولا لطف الله. الصراحه اش غنقول لكم، الا كانت مشات كان غيبقى فيا الحال بزاف الصراحه، كان سمحوا لي كنتونس بكم. ملي كنكون كنهضر كنحس براسي كنهضر مع كما قلت لكم، كنحس براسي كنهضر معاكم ومنسى بكم. الصراحه اي فيديو كنهضر فيه بحال كنهضر معاكم وانتم حدايا. ولفتكم بزاف الصراحه، كان غيبقى فيا الحال كون مشات القناه، ولكن الحمد لله كما قلت لكم رجعت بفضل ديال الله سبحانه وفضل ديال الناس اللي يساعدوني كيفاش صايبت هذاك الشيء. الصراحه ما نساش خيرهم. المهم بلا ما نطول عليكم، خليكم حتى لاخر فيديو باش تشوفوا موديلات صراحه زوينين كيستاهلوا، وما تبخلوش عليا بلايك باش الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس، وبشي تعليق زوين. يلا نخليكم هاد الساعه ما نطولش عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم لهنا وراحت البال، وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.
شافينا في الميعاد يوم المحشر.